ينضم إلينا الآن أيضا عبر الهاتف العميد محمود محي الدين الباحث السياسي في شؤون الأمن القومي. بعد التحية، كان هناك عدد من الرسائل المهمة وجهها الرئيس السيسي بتتلخص في أن مهمة الجيش هي تأمين الحدود والأمن القومي وأيضا استخدام القوة الرشيدة وعدم اتخاذ قرارات وقت الغضب. كيف تقرأ ذلك؟ النهارده يوم من ايام مصر، يوم يعني انا عايز احط الموضوع في سياقه الطبيعي، ان النهارده هو فعاليه مهمه جدا من ضمن فعاليات الاحتفال بمرور 50 عام على حرب اكتوبر المجيد. هذا السياق هو السياق الاهم واشار اليه سياده الرئيس، ان الفرقه الرابعه المدرعه هي تمثل تاريخ من اهم الاحداث التاريخيه المعاصره في انتصارات القوات المسلحة، وهي رمز من رموز الصمود داخل القوات المسلحة، وهي قوة ضاربة مشهورة ومعروفة وانتصرت في كل معاركها. وهذه هي الرسالة الأساسية، أن القوات المسلحة تستنهض من روح أكتوبر الدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه وحماية مصالحه، وأن ما تمر به الأزمة، ما نمر به من أزمة حاليا في منطقة قطاع غزة، بكل تأكيد هي ألقت بظلال على كل الفعاليات وكل الأنشطة السياسية في الأمة العربية وفي الشرق الأوسط الكبير. إشارة سيادة الرئيس للدولة المسؤولة وفكرة الاحتفاظ بالقوة التي لا تقهر، القوة الكبيرة، ولكن هناك عقل في إدارة الأمور، وأن هناك رغبة دائمة لمصر في أنها لا تحب أن تخوض الحروب أو تبدأ بالحروب، ولكن في النهاية لا يمكن لأحد أن يتجاوز حدوده مع الدولة المصرية، لأن القوات المسلحة المصرية هي تمر بمسيرة طويلة جدا من التطور والرقي والقدرة والمعرفة والقدرات العلمية المتجددة والمتطورة بأيدي أبنائها. لذا فإن الإشارة إلى فكرة ترشيد استخدام القوة إلا في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالأمن القومي والمتعلقة بحماية البلاد وحدودها ومصالحها، هي رسالة للخارج ورسالة أيضا للداخل، أن المطالبات باستخدام القوة هي ليست في محلها الآن، لأنه حتى الآن تدور إجراءات سياسية كثيفة وعميقة وحجم العلاقات الدولية ودبلوماسية، طبعا سياسية مقصود بها الدبلوماسية كمان، بتقوم بها مصر بصورة عميقة جدا، وأصبحت مصر الآن هي محطة أنظار العالم في إطار هذه الأزمة، والأدوار اللي بتقوم بها مصر في هذه الأزمة هي كلها خالصة لصالح الشعب الفلسطيني، لأمنه وسلامته وإمداده بالغذاء وبكل متطلباته، والعمل على إيقاف هذه الحرب المجنونة التي ضاع فيها الأخضر واليابس، وكان هي حرب دامية الجولة السادسة ما بين إسرائيل وعرس القوة الفلسطينية منذ عام 2007 حتى الآن، وهي الأشد عنفا والأشد تأثيرا على المنطقة، لأن المنطقة إذا استمرت هذه الحرب بهذه الوتيرة وتدخلت أطراف أخرى، وبكل تأكيد نحن ذاهبون إلى ما يسمى الحرب الإقليمية الواسعة، وبكل تأكيد الجيش المصري هو عامل حاسم كصمام أمن وأمان للدولة المصرية، واستعراض القوة المصرية شيء مطلوب، لأنها رسائل للداخل والخارج، رسائل للداخل اطمئنوا قواتكم المسلحة على أهبة الاستعداد للدفاع والزود عن أراضي الوطن، وللخارج لا تسول وللخارج لا تسول لك نفسك أن تعبث بالأمن القومي المصري، لأننا كما خضناها من 50 عاما قادرون أيضا أن نخوضها اليوم. صحيح، أنا هذه رسائل في منتهى الأهمية، لأن الإجراءات السياسية لابد أن تحميها القوة، القوة هي من تحمي السلام، والسلام لا يحمي القوة، ولكن القوة يجب أن تكون رشيدة مثلما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا العميد محمود محي الدين الباحث السياسي في شؤون الأمن القومي.